إنجيل هذا الصباح يا إخوتي الأحباء بإنجيل معلمنا لوقا لصاح 12، الذي يبدأ فيه السيد المسيح قوله: لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم سر أن يعطيكم الملكوت. كلمة لا تخف أيها القطيع الصغير كانت ملخبطة شوية التلاميذ، هل يقصد بها قطيع صغير هم ال 12 تلميذ فقط؟ لأن مش متخيلين أن رعية المسيح على مستوى العالم كله تكون قطيع صغير وسط ناس كتير. وبعدين السيد المسيح اتكلم عن العبد الذي يقيم سيده على عبيده يعطيهم طعامهم أو العلوفة في حينها، فكلام عن الخدمة. فده اللي خلى بطرس يقول له: ألا أنا قلت هذا الكلام أم للجميع؟ هل الكلام ده مخصص لينا للرسل أو للخدام فقط، ولا مخصص للجميع؟ كلامك للكل. سيد المسيح ما قالهوش، ما ردش إجابة مباشرة، ولكن رد إجابة تفهم إن للكل. يا ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده؟ مين الحكيم اللي يبص لبكرة ويستفاد بأن هو معد ليه الملكوت؟ الكلام النهاردة كله مبني على الاستعداد، الاستعداد للأبدية، الاستعداد للملكوت. إن إزاي يكون أنت أيها القطيع الصغير تستفاد بالمكان المعد ليك؟ الاستعداد عامة، مع احنا كلنا نعلم انه استعداد قلبي، ان عشان استعد للأبدية لازم انقي الفكر وانقي القلب وانقي الحواس، ويجي جهاد في الاعمال ويجي جهاد في النبوة في الفضيلة، كلها اعمال انسان عشان يستاهل ان هو ياخد الملكوت. ولكن السيد المسيح حط اول بند في طريق الملكوت هو محبة الآخرين. بيعوا أمتعتكم وأعطوا صدقة. وما قالش أعطوا مما عندكم، قال بيعوا أمتعتكم، يعني كل ما تملكوا تبذلوا للآخرين عشان يكون ليك كنز في السماء. ده المستوى اللي هو السيد المسيح عاوزه مننا. البداية الطريق إلى الملكوت المحبة، المحبة للكل، لدرجة إنك لو هتبيع امتعتك بيعها واعطي صدقة. هو ده الكنز اللي يفضل ليك في السماء، الكنز اللي ما يقدرش سارق ولا لص يسرقه. كل كنوز هذا العالم وكل ممتلكاته معرضة للضياع، انما كنوز السماء لا تضيع، وكنوز السماء تظهر وتتبعت للملكوت عن طريق العطاء. عشان كده السيد المسيح بجل كأس ماء بارد، على الأقل حد يجي يقول أنا مش قادر أعطي كل ما عندي صدق. ابدأ بلو كأس ماء بارد لا يضيع أجره. والكتاب يقول لنا: إلقي خبزك على وجه المياه فإنك تجده بعد أيام كثيرة. والمسيح ختمها بطريقة جميلة، قال: زي ما تحبوا الناس يعملوكم أنتوا اعملوا بهم هكذا أولا. فيبقى أول طريق للملكوت يساعدني عشان أقتني هذا الملكوت هو محبة الآخرين. طب محبة الآخرين ولا نقاء الفكر؟ أيهما أعظم أمام الله؟ مش القضية أيهما أعظم، أيهما يوصل الإنسان لقلب ربنا. اللي يحب أخوه لن يغضب عليه، واللي يحب أخوه لن يكرهه، واللي يحب أخوه مش هيظلمه، واللي يحب أخوه مش هيعيره، واللي يحب أخوه مش هيفضحه، واللي يحب أخوه يحتمله كثيرا. فالعطاء اللي هي أسهل وصية وأسهل فضيلة هي وصية ولودة تخلي القلب يمتلئ بفضائل كثيرة. والمسيح بيعوزنا نكسب بسرعة، فاللي بسيط، بدل ما انت تجاهد ضد الكرامة وبدل ما تجاهد ضد الشهوة، ابتدي تطلع من اللي عندك.
هتلاقي القلب اتغير، وتلاقي القلب تنقى، وتلاقي الحواس استنارت. هو ده الطريق للملكوت. بيوم عندكم اعطوا صدقه. لما جه المسيح مره حب يقول للتلاميذ، وحب يقول للجموع، مين اللي هيتقال لهم تعالوا يا مباركي ابي رس الملك المعد ليكم منذ تاسيس العالم؟ ازاي يا رب؟ مين اللي هيرث هذا الملك بتاعك؟ الا لما كنت جوعان اطعموني، ولما كنت عطشان سقوني، ولما كنت مريض زاروني. هو دوت المكان معد للملكوت. طب معنى كده يا رب ان انا ادي الفقرة وبعدين اقتل واشتم واغلط؟ مش هتعرف، مش هتعرف. القلب هيتغير حقيقة، القلب بتاعك هيدخل فيه حاجات كتيرة تاني تقطع لي سكة الخطية. يتنقى القلب بالطريقة ديت. وربنا عاوز القلب، مش عاوز الأعمال الظاهرية. لما وقف في الهيكل امتدح المرأة التي وضعت الفلسين لأنها أعطت من أعوازها، أعطت من أعوازها. إنسانة مسكينة ومع ذلك فضلت إنها تعطي لله مما عندها، لأن الفلسين دول ممكن يوكلوا واحد فقير تاني. هو في إيه محبة أكتر من كده؟ محبة لربنا ومحبة للإنسان. أي وصية هي الأولى؟ تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرة، والتانية مثلها تحب قريبك كنفسك. أنا لم يكن كل اللي عندي فلسين وأديهم من أعوازي، بحب ربنا، بحب أولاده، بحب الغلابة وخلاص. بالوصيتين دول اكتملوا الناموس والأنبياء كل الكتاب. المهم في الاستعداد مش بس إن أنا أبدأ، وإن أنا أكون واخد بالي، واخد بالي. يعني حلو جدا إن معلمنا القديس بطرس سأل السيد المسيح السؤال ده، هل أنا قلت هذا الكلام أم للجميع؟ يا رب أنت موجه لي هذا الكلام شخصيا؟ يا رب أنت عاوز تقول لي إيه؟ أنت عاوز مني إيه في حياتي؟ مرة بالرغم الكلمة اللي هقولها لكم غريبة شوية، بكلم شاب من الشباب الصغيرين على الهدف في الحياة، وإن الواحد لازم يكون باصص على الأبدية وعلى حياته ومستقبله. فهو بكل بساطة قال لي وقدسك يا ابونا عارف هدفك في الحياة؟ أنا انبسطت منه، معناه إن هو سمع الكلمة وشعر بأهميتها، وشعر مفيش حد كبير عنها، لا كبير ولا صغير. إحنا النهاردة مش هنقول ما هو هدفك في الحياة، هنقول إن كل واحد يقف النهاردة يقول له ألا أنا قلت هذا الكلام يا رب؟ ليه قلت لي هذا الكلام؟ ليه قلت لي ان اكنس في السماء؟ ليه قلت لي ان انا احب اخويا؟ ليه قلت لي بيع ما تملك واعطي صدقه؟ هل هذا الكلام موجه لي ام للاخرين؟ لان ساعات كتير قوي ندخل نسمع وعظه في الكنيسه نقول كويس ان فلان موجود عشان تغير حياته، مش تغير حياتي انا، لا تغير حياته هو. طريق إلى الأبدية سهل، بس عاوز اللي يهتم بيه. وإن أنا أكون ضمن هذا القطيع الصغير يفرح قلب الله، بس محتاج إن أنا أنتبه ليه. ربنا يعطينا جميعا حياة اليقظة، وحياة الاستعداد، وحياة إن الإنسان يفكر في أبديته. له كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين. إخواتنا المسلمين اللي معنا النهاردة في الكنيسة، اللي جم للعزاء في المنتقلين، بنشكرهم على محبتهم. بانتهاء الكلمة بتاعتي ينتهي واجب العزاء، ممكن يعزوا الأسرة في الخارج، وربنا يعوض الجميع على محبته. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.